صحيح. بدي اقول شغله، ممكن اصعب حاله انك انت تمثل احداث قريبه لسه في مخيله الناس. يعني احنا طبعا عشناها مع المصريين، احنا يعني لما حضرنا الاختيار ثلاثه احنا شفنا خيرات الشاطر وكانه في حاله من الاسترجاع للحظات والذكريات اللي احنا عشناها معكم في هذاك الوقت. والدور انت بتذكر السنه اللي مرقت لما كنت معنا استاذ خالد حكيت انه اصعب الشخصيات هي المركبه والمربكه. قديش كانت هذه الشخصيه بالنسبه لك صعبه وكيف قمصت الدور بهاي الطريقه؟ بص، عشان انا عاصرت، مش بس عاصرت، انا كمان كنت مندمج مع الاحداث دي طبعاً. يعني انا كنت في الشارع، كنت موجود علشان اطالب زي الناس بالظبط معاها ببكره جديد، بنظام جديد، بدوله جديده. ف لازم اول حاجه تتعمل في الاوقات اللي زي دي، ده من تجربتي قبل كده، لان انا يعني كان ليا الشرف ان انا عملت شخصيات تاريخيه عايشه، يعني الرئيس عبد الناصر، مصطفى بيه امين الاستاذ الاعلامي طبعا الكبير، احمد فؤاد نجم ده استاذنا طبعا. صحيح. فانا عملت ده قبل كده، بس كل حاجه ليها ظروفها. هنا بقى مشاعر الناس مش صافيه، يعني مش هتتكلم، مش هتتفرج باريحيه، ده ممكن يتفرج وخد طوبه اساسا في دماغه قبل كده. ممكن يبقى بيتفرج وضرب نار او ضرب عليه نار، يعني شخصيه مناقضه لشخصيتك كمان بشكل كبير. او هي بقى عشان كده انا عندي مخزون من الذكريات المباشره مع الاخوان ومع القيادات بتاعتها كلها، وبالتالي اول حاجه كانت لازم اعملها ان انا نحي ده على الجنب، والا هيبقى الممثل بيشتغل بروباجندست، يعني جاي علشان ماسك ميكروفون ويقول الناس دي وحشه، الناس دي احنا خلي بالك ما تشربش من المحل ده، خلي، وانا مش هعمل كده.